الفيديو جيمز أو الألعاب الإلكترونية اللي تم اعتبارها وأخيرا من الرياضات العالمية، وصار في لاعبين تنباع وتنشر لفرق كبيرة وعالميا، وتم إدراجها تحت الرياضات الذهنية أو الرياضات العقلية. فاليوم إن شاء الله رح نحكي عن أفضل 5 لاعبين رياضات إلكترونية أكثرهم تحقيق للربح بعالم الإي سبورت بشكل عام وعالميا. فاللايك والإشتراك نوصل 20,000. الله يسعدكم على الدعم، وخلينا نوصل هذا المقطع لكل مكان باللايكات طبعا والتعليقات. خلينا بالحنان نشوف هذا المقطع، وخليها تقول لك تضيع للوقت ورجيها المبالغ اللي عم تنضاف للاعبين الكبار. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بعالم الألعاب الإلكترونية عالم كبير، وبتقدر تبدع فيه بكل الأشكال، وبأي شكل أنت بتحب تبدع فيه بتقدر تبدع فيه، منها صناعة المحتوى، ومنها كلاعب محترف بتبدي من نص بيتك، بتقدر تبدي كلاعب محترف وبكل بساطة. يعني لا تقلي الإمكانيات، ولا تقلي المكان، ولا تقلي المكان أو الدولة اللي أنت فيها عم يأثر عليك. من نص بيتك ومن الجهات تبع البلايستيشن 4 أو البي سي بتقدر تشارك بالبطولات. وبكل بساطة في مواقع وبطولات بتقدم، مثلا مثل لعبة فورتنايت. مثل لعبة فورتنايت فيها بطولات الـ FNCS السنوية اللي بتتقدم داخل اللعبة، وبسنة 2021 في هلأ بطولة حاليا لفورتنايت ببطولات الـ FNCS السنوية بمجموع قدرهم 20 مليون دولار كمبالغ. يعني ديم على هالمبلغ حصل منه 100 دولار وما بدي شي منك، وهيك بكون كتر خيرة. فان شاء الله هاي البطولة اللي هتكون خلال هالسنة، فشايفين الموضوع كتير بسيط. وعلى سبيل المثال انت في عندك مصر والمغرب، كانوا متأخرين شوي بهذا العالم، بس واخيرا دولة مثل مصر انشأت فريق رياضات الكترونية باسم فريق رعد، وكانت الشركة المصرية للاتصالات الأولى على شمال أفريقيا بسرعة الإنترنت. اليوم أعلنوا عن هذا الخبر إنه هي الأولى بشمال أفريقيا بسرعة الإنترنت وثبات النت، شركة وي طبعا المصرية الراعي الرسمي للفريق، وخطوة كتير حلوة كانت من الفريق المصري ومصر بشكل عام، وبالتوفيق للفريق. خلينا نحكي بالنسبة للاعبين. بالنسبة للاعب الأول، هو أقل دخل بين رفقاته بهذا المقطع كلياته، يعني هذا أفقر واحد يلي وصل دخله ل 850 ألف دولار من خلال تحقيق بلعبة باسمها ستار كرافت. هاي اللعبة اللي مستحيل حدا يتوقع إنه تكون موجودة بهالقائمة معنا. وجود هيك لعبة معنا بهيك قائمة وكألعاب إي سبورت وأغنى لاعب فيها بالنسبة لهي اللعبة، بس هاي اللعبة فعليا ساعدت كتير بولادة ثقافة الألعاب الإلكترونية، وساعدت كتير بإنشاء البطولات والإي سبورت بشكل عام وعالميا. وعرفت اللعبة بسيطرة الكوريين عليها بشكل كبير، وهمهم هذا الشخص اللي باسم تشو سانغ أو مارو، يلي هو كان أفقر لاعب بالنسبة لنا لهي القائمة بمجموع جوائز 850 ألف دولار. In danger, he's gonna get one. He's essentially forced to back off. He's reset the Colossus count at this point. Milkshake is freaking out. He's trying to pull. The mules are dropping. Marge trying to clean up here. He is totally fine to just trade over and over against all these Colossi. He's on 5 base right now. Look at this. He's making a command. واللاعب الثاني معنا بأكثر لعبة شعبية ومسيطرة على تويتش وبكل العالم، لعبة ليج اوف ليجند. هاي اللعبة يا شباب من أشهر ألعاب الموبا ورقم واحد عالميا، وين ما بتروح بتلاقيها بوشك لهاللعبة. اللاعب تبعنا اليوم بلعبة ليج اوف ليجند باسم فيكر أو سونغ هيونغ. هذا الشخص يا شباب اللي قدر يسيطر على البطولات العالمية للعبة، واللي وصلت مبالغها للبطولة لأكثر من 75 مليون دولار خلال السنوات الماضية. وتمكن فيكر بالفوز مع فريقه تي 1 بثلاث بطولات عالمية، احتل المركز الثالث أكثر من 5 بطولات، وتمكن بالفوز ببطولات عالمية مثل بطولة الـ MSI وبطولة الـ LCK، وحصد مبلغ وقدره 1,200,000 دولار بس بلعبة ليج اوف ليجند. هذا اللاعب كان من أفضل اللاعبين معنا بلعبة ليج اوف ليجند عالميا. فاكتب لي بالتعليقات لو أنت لاعب بهي اللعبة، شو رأيك بهذا اللاعب وهل تعرفه؟ Separated, torn, Faker can't get through with flip through this attack over the wall. It's Jackie Two. Korea builds it and Faker builds the whole damn play. He's back. واللاعب الثالث يلي معنا اللي هو بوغا، اللاعب العالمي اللي كل الناس بتعرفه. اي شخص لعب فورتنايت بيعرف هذا الشخص. لعبة فورتنايت هي من اكثر الالعاب الحالية الباتل رويال معنا، اللي حطمت جميع الارقام القياسية باسبوع واحد من نشأتها ومن بعد ما انشهرت بشكل عام. اللعبة هي كانت من اكبر الالعاب الباتل رويال اللي عملت بطولات عالمية، واحتل المركز الثالث معنا بوغا اللي هو بمجموع جوائز تقدرت ب 3 مليون دولار ببطولة العالم بالنسبة للعبة فورتنايت. وحاليا اللاعب بوغا مشارك بجميع البطولات والبطولات الـ FNCS المقدم من فورتنايت، يلي كانت إجماليتها أكثر من 17 مليون دولار بسنة 2020، وقدر يفوز بمبالغ عالية ببطولات الـ FNCS، وقدر يفوز ب 3 مليون دولار بطولة كأس العالم لسنة 2018.
this conversation. We got no relation. واللاعب الرابع اللي معنا مع اقدم لعبة تصويب اي سبورت عالميا اللاعب الدنماركي اندرياس المعروف بسبيكس. هذا اللاعب يا شباب قدر يحصل 1,700,000 دولار من لعبة التصويب العالمية كونتر سترايك. خلال مسيرته مع فريق استرس الدنماركي قدر يفوز ب50 بطولة كاملين خلال مسيرته، وابرزهم كانت بطولة المقدمة من انتل جراند سلام الموسم الاول، مثل ما وصل جوائزها لهي البطولة لاكثر من 95 مليون دولار خلال شهرتها ومنافساتها بالعالم بالرياضات الالكترونية. لعبة CSGO أو لعبة الكونتر سترايك واحدة من أكبر ألعاب التصويب وألعاب الفيرست بيرسن شوتر يلي انشهرت عالميا وبطولاتها لحد هلأ شغالة، وأغنى لاعب مثل ما حكينا الدنماركي ب1,700,000 دولار. So he'll survive. Yeah, not at all. Zipix now in a 1v5 with the AK-47. We've seen a 1v5 already in this event. We haven't, Henry. It was on the other stream just a moment ago, and apparently it was brilliant. So I'm told. As Zipix tries to work back inside of the lobby, 25 HP only to work with. As the bomb will reach its logical conclusion. Is he going to go for this? Are they still down there? Oh my god. This, boys, no. Oh my god. No. Oh my Zipix. Clutch Minister's got a new sermon. Unbelievable. Unbelievable from Zipix. He is the Clutch Master, and that is ungodly. I'm sorry it's got to go that way. Could have dropped down golden, but didn't quite finish off his kill. Imagine had he done so. You've got Rush planting the bomb on just as little HP. This bomb site could have been so easily cleared, but it still could be. He knows Golden's there based on the reload, and Zipix has now got himself into the bomb site. 3 kills and a bomb to get on top of. He's going to pull the goose egg. And oh, automatic. Oh, automatic's not going to go gonna for be this. A tap. Of wow. course. A 10-second stick. Of course, Zipix pulls this out of nowhere. Oh, automatic comes in right at the last second, but it's not enough time for the safe plant. I'm not sure if automatic. واللاعب الأخير اللي معنا من أكبر دخل ممكن نشوفه بحياتك من الألعاب الإلكترونية الفردية هو أحد من أهم اللاعبين لعبة الدوتا اللي كانت من أكثر الألعاب كرم ببطولاتها بالإي سبورت، يلي وصل مبالغ بطولاتها بالجزئين الأول والثاني تبعها ل 223.6 مليون دولار، مع النسختين طبعا اللي هن الأولى والثانية. دايم على هالمبلغ يعني 224 مليون دولار بس على بطولات لعبة واحدة اللي هي باسم الدوتا. وقدر اللاعب الدنماركي المعروف عالميا بلعبة الدوتا بحصد 7 مليون دولار من البطولات اللعبة، وهو يوهان الدنماركي المعروف باسم انتل يلي قدر يحصل على مبالغ خلال مسيرته مع فريق الاوجي تحت رعاية المدرب العالمي والفريق العالمي اوجي. EG under the tier 4 towers, maybe this is a little bit too deep, but there's only two players up trying to defend this. Here comes your meatball down, but Invoker, he's got nothing more to give. هيك بنكون حكينا عن جميع اللاعبين الاكثر دخلا عالميا، ولو حابين تشوفوا السلسله الثانيه عن هيك شيء او عن العاب او عن الجيمز بشكل عام اكتبوا لي تحت بالتعليقات، ان شاء الله بنبلش بهيك شيء وبهيك سلسله. فالهدف من هذا المقطع يا شباب بس انك انت تعرف عالم الالعاب وين متجه، وتشوف فرصتك كلاعب محترف او كصانع محتوى او كاي شيء بعالم الجيمز بشكل عام. وطبعا هذا الشيء ما بيسمح لك انك تهمل حياتك مشانها، ولكن لو عندك موهبه حاول تكتشفها بعالم الجيمز بشكل عام، وبتقدر تشترك باكبر البطولات على اي جهاز كان عندك سواء بلايستيشن 4 او 5 او حتى بي سي. مو حجه الجهاز، مثل لعبه فورتنايت مثل ما حكينا اكثر لعبه انا بفهم فيها وفاهم فيها بشكل عام، بطولات الاف ان سي اس اللي عم تتقدم كل سنه. بسنه 2020 كانت ما يقارب ال 17 مليون دولار، وبسنه 2021 اكثر من 20 مليون دولار. الموضوع كتير بسيط، بتفوت على اللعبه، بتفوت على الكومبتيتيف او بتفوت على الكارير، وبتختار البطوله بتكون نازله كل فتره بينزل بطولات اف ان سي اس وبتبلش. ففعل زر الجرس عندي لتعرف البطولات امتى بتبلش. وفي عندك كمان اشياء ثانيه اللي هي مثل المواقع اللي بتنظم البطولات، مثل اشهر موقع انا بعرفه باسم الجي بي ارينا. هذا الموقع بنظم بطولات يوميه ب 10 دولار و20 دولار، وحتى في بطولات بتوصل لل 100 دولار، ولكن مع
فرق كبيرة. فالموضوع كتير بسيط، بتقدر تشارك مسابقات يومية اسبوعية على مواقع اونلاين، على الالعاب اللي بتنظمها الشركات الخاصة باللعبة نفسها، بطولات فالورنت اللي كانت بالشرق الاوسط وشمال افريقيا وبلاد الشام، كل هذا بتقدر تشارك فيه. الموضوع كتير بسيط، لا تأهمل حياتك ولكن شوف موهبتك بالاي سبورت والجيم بشكل عام، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسى اللايك وتنشر المقطع مع صاحبك الجيمر يلي بيضل يقلك انه عندي لاج والبينج عالي، خليه يشد الحيل ويلعب، وبرعاية الله.